مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل صينية بطاطس بالصدوق، سهلة وبسيطة جدا. إيه وهي نايف ني كلها كده على بعضها، نايف ني بس طلع تحفة. معانا بصلاية كبيرة او بصلتين متوسط، ومعانا فلفل الوان وفلفل اسود وملح، مش هنحطه اي بهارات تاني عشان هو الصدوق فيه بهاراته بتبقى كافية. ومعانا معلقة توم تكون كبيرة برضو، وده حوالي كيلو بطاطس. البطاطس الكمية اللي انت عايزاها ممكن تحطيها. هنقلبهم كويس جدا. الطريقة دي جميلة، ولا تسبيكة ولا اي حاجة، طريقة سهلة. هننزل برضو بالصدق معاهم وهنقلبهم، وبعد كده هننزل بحوالي نص كيلو عصير طماطم. قلبناهم كويس جدا وحطيناهم في صينية، بعد كده حطيناهم على البوتاجاز. هتغلي كام غلوة معانا على البوتاجاز، طبعا هنغطيها. تغلي كام غلوة بس، هنحطه حوالي 3 معالق زيت، لان هنا الصدق بينزل دهون برضو، فهنحاول نخف الدهون شوية لحوالي 3 معالق زيت. هتغلي كام غلوة على البوتاجاز، بعد كده هنحطه في فرن ساخن. هنكون سخنين الفرن و10 دقايق تحت الشواية بعد ما يستوي، وبألف هنا.